هلا بالنسبه لمحاضرتنا احنا الاسبوع الجاي حتكون غالبا يوم الاثنين، راح نحدد وقت معين لكم تمام تدخلوا وقت اونلاين. اذا ما ناسب يعني الدكاتره الثانيه كانت محاضرات، اذا ما ناسب ممكن نتفق على وقت متاخر شوي يعني انه يكونوا خلصتوا اوريدي وعشان تاخذوا المحاضره. زي ما قلنا لكم محاضره مش داخله في البيت تمام، فان شاء الله خلينا نشوف يبين معنا بلكي من النكست ليكتشر هذا الاسبوع يبين معنا ان شاء الله ونحدد وقت على اساس يعني يناسب كلكم. هلا ان شاء الله اليوم حضرت اليوم حضرت بكره او يعني ما تبقى من الاسبوع راح ان شاء الله يكونوا داخلين، يعني لحد هون حتكون ماده الامتحان. زي ما قلنا ان شاء الله بنحاول نعمل لكم ريفيجن ليكتشر حتى انه يعني نرجع الاسئله اللي ما قدرنا نجاوب لكم اياها على التيمز بمكانكم اللي تدخلوا تكونوا دارسين الماده ان شاء الله، بل كان مع نهايه الاسبوع الجاي من المحاضره ان شاء الله. طيب بعتقد يعني خلينا نبلش. هلا احنا بلشنا هيك عن الاكشن بوتنشال، نرجع نراجع بس الاكشن بوتنشال يعني بكل الستبس اللي لها. شفنا سابقا انه النيورال سيل بتكون الريستنج ميمبرين بوتنشال لها كم؟ ماينس 70 صح؟ قلنا انه لما بصير في ستيميليشن للخليه بترفع عند الانر فولتج من ماينس 70 تو ماينس 55. وش اللي قلنا عنها هي ماينس 55؟ الثريشولد صح؟ إن عندنا الثريشولد صح؟ وانس انه الانر فولتج وصلت للثريشولد بصير في عندي دي بولر. طبعا الوضع الريست بنسميه بولرايزد، لما بصير بتدخل لما بنوصل للثريشولد الصوديوم فولتج كريتد شانلز زي اوبن، بدخل عندي هيوج اماونت من الصوديوم برفع الانر فولتج. شايفين بيكون في عندي شارب انكريز الانر فولتج تو بلس 30. هون ايش بصير؟ هدول الصوديوم فولتج شانل ايش بصير فيهم؟ بسكروا يس الرينج تاعهم ماينس 55 تو بلس 30 بسكر الصوديوم بتفتح عندي البوتاسيوم فولتج شانلز واللي هي طبعا بتدخل بوزيتيف ايون برفع الانر فولتج، ولما بتسكر الصوديوم بتفتح البوتاسيوم برجع بخرج انذر بوزيتيف ايون. شو بصير بالممبرين بوتنشال؟ دروبس اجين شاربلي. وقلنا انه هاي تشانلز البوتاسيوم they open at less 30 millivolt and they close at less تقريبا minus 70، لكن زي ما احنا شايفين قلنا انه هدول التشانلز they are slow بسكروا بضع، وبالتالي بصير في عندي خروج كمية اكبر من البوتاسيوم، فبصير عندي تدخل الخلية بوضع الهايبربولاريزيشن واللي هو the voltage drops to less than minus 70، وهذا بيكون مؤقت على بال ما انه نسكر. وقلنا مين اللي بيرجع بيظبط الفولتج؟ يس الصوديوم بوتاسيوم ATPase pump بترجع عندي بتعدل الوضع بتطلع الصوديوم الدخل بتدخل البوتاسيوم اللي طلعت. فاذا قلنا هذا depolarization repolarization hyperpolarization و at rest بنسميها polarized. كل هاي الاشياء قلنا مهمه لازم انه نحفظها. طيب خلينا نكمل. بشكل عام قلنا انه الصوديوم البرميبلتي للسيلز له قليله وما في له تشانلز بتكون فاتحه دائما مقارنه بالبوتاسيوم. قلنا الفولتج جيت الصوديوم شانل اوبن اونلي خلال مرحله الاكشن بوتنشال، لكن اكريس بتكون اوبن؟ لا. بينما البوتاسيوم له زي ما قلنا سابقا برميبلتي له اعلى، وبالتالي في له اكثر من شانل ذات اوبن بتكون زي مثلا هيك شانل open at rest، لكن اكيد الفولتج جيت شانل حتى للبوتاسيوم ما بتكون open at rest. اوكي؟ فاذا هذول الشانلز بيكونوا يعني بيكون عشان هيك بيكون عندي دائما حركه البوتاسيوم اسلس واسهل at rest to maintain الكونسنتريشن ديفرنس ما بين جوا وبرا الخليه. وحكينا برضه عن الفولتج جيت الصوديوم شانل
قلنا انه هاي تشانل بيكون لها 3 ستيتس اكتف او اوبن كلوزد وان اكتف. قلنا الفرق بين كلوزد وان اكتف في عندي اللي هو الاكتيفيشن جيت والان اكتيفيشن جيت، لكن بمرحله الان اكتيفيشن بيكون في عندي طبعا هون هاي التشانل بتبين بس الان اكتيفيشن جيت، التشانل بتكون ان اكتف بمعنى اخر حتى لو صار في تغير بالممبرين بوتنشال ما حيصير في ما حتفتح. حنشوف هلا لما بنحكي عن الريفراكتيف بيريد حنشوف ايش السبب، واضح ايش يعني ليش بتكون ان اكتف او ايش معنى تكون ان اكتف. نفس الشيء الفولتج ريت بوتاسيوم شانل كمان برضه يعني شفنا انه في فولتج رينج وتفتح فقط على تشينج ان فولتج. بلش نشوف ايش خصائص الاكشن بوتنشال. اول خاصيه الاول اور نان لو. بالاول اور نان لو قلنا سابقا انه اذا الستيمولس اذا كانت ويك ما رفعت الممبرين بوتنشال لماينس 55 اللي هي الثريشولد بصير في عندي اكشن بوتنشال؟ قلنا ما بصير. فعندنا هون هاي الرسمه بتورجيني العلاقه بين الستيمولس وبين الاكشن بوتنشال. لاحظوا لما كان الستيمولس ويك ما كان في اكشن بوتنشال، لما الستيمولس شوي صار سترونجر لاحظوا صار عندي اكشن بوتنشال. لكن انتبهوا كل الاكشن بوتنشال اللي صاروا هون لهم نفس الخصائص اللي هم the same amplitude the same duration. ايش هو الامبليتيود؟ ارتفاع اللي هو لاحظوا كل الاكشن بوتنشال they reach the same level اللي هو ايش قلنا؟ plus 30. شو بالنسبه للديوريشن؟ اللي هو كم قلنا؟ قد ايه الديوريشن؟ 3 ملي سكند. فلاحظوا وانس انه صار عندي اكشن بوتنشال كل الاكشن بوتنشالز اللي بصيروا لهم نفس الخصائص نفس السمات نفس الصفات سيم ديوريشن سيم امبليتيود او سيم هاي. فهذول الصفات هاي الاشياء بتخلي انه يعني الاكشن بوتنشال لها خواص ثابته وهذا اللي بيميز عن اذر بوتنشال اللي حندرس عنهم اليوم كمان. وهذا اللي بسموه اول اور نان لو. المقصود بالاول اور نان لو انه الاكشن بوتنشال ايذر هابن اور نوت هابن بناء على الستيمولس. طيب تمام هذا هو الاول اور نان لو. طيب ممكن حد يسال طيب ايش العلاقه بين انتنسيتي او سترينث اوف ذا ستيمولس وبين الاكشن بوتنشال؟ كيف ممكن تعمل تغيير؟ هلا هاي العلاقه موجوده بهاي الرسمه، شوفوا لي برضه هون هون بيورجيني هذا اللي شايفينه تحت بيورجيني يعني نقول مخطط الستيمولس التايم الديوريشن والسترين. هلا لما تكون الستيمولس ويك شو النتيجه؟ ما في اكشن بوتنشال. لما الستيمولس تزيد شوي لو توصل للثريشولد ايش بصير عندي؟ طبعا كل وحده من هدول اكشن بوتنشال شايفين لهم نفس الكاركترز نفس الشيء. طيب اذا زادت الستيمولس شو اللي زاد هون؟ شو اللي تغير؟ الانتنسيتي او بمعنى اخر الفريكونسي اوف اكشن بوتنشال. صار في تغير على الكاركتر اوف ايتش اكشن بوتنشال؟ لا ولا التغير صار على الفريكونسي العدد العدد خلال هذا التايم. فلاحظوا اذا العلاقه ما بين ال الستيمولس انتنسيتي وبين الاكشن بوتنشال انه ستيمولس سترينث از كودد باي فريكونسي راذر ذان امبليتيود اوف اكشن بوتنشال. تفضل. طب شو المفروض انه لو طالما وصل 53 ملي فولت المفروض انه كله يعني يعمل اكشن بوتنشال، ليش لازم يكون الفريكونسي مختلف؟ مجرد اختلاف السترينث. هلا شوف بدك تفكر بهي الطريقه. إذا في عندي أنا ستيمولس كونتينيوس يعني مثلا هلا أعطيك مثال إذا أنت وأنت مثلا ماشي ضغطت بإصبعك على شيء نقول عنه حاد هاي إيش؟ الستيمولس بتكون سترونج بس إيش؟ الدوريشن تاعتها قليلة صح؟ وبالتالي
شو الريسبونس تاعتك؟ ترفع ايدك صح؟ بتحس بالبين او شيء لفتره قصيره. هلا تخيل انت اذا مثلا فورسلي او نقول انك حطيت ايدك على شيء حامي سخن وانحرق اصبعك صح؟ هلا في هون الستيمولس كونتينيوس لاست لونج، وبالتالي انت احساسك بالبين صار بزيد. هلا الموضوع كالاتي، لما بتزيد الستيمولس بتخلي الاكشن بوتنشال مور فريكوينت، لكن مش هاير، ما بتغير خصائصها بس بتخليها فريكوينت اكثر، يعني هابند مور كونتينيوس لوقت اطول. نفس الشيء بقول لك كمان strong stimulus may also activate more axon in nerves recruitment. We can recruit more neurons or nerves to the action. فبالتالي الريسبونس بتكون مور امبليفايد. بس فعليا الاكشن بوتنشال نفسها ما بتتغير. والخليه كل اكشن بوتنشال اللي بس بزيد بالستيمولس على هاي الخليه تحديدا، نقول مثلا سبيكينج اباوت مثال حكينا عنه اللي هو النيرفز الموجوده بالفينجرز سنسور نيرفز، السنسور نيرفز نفسهم صاروا ستيمولس بشكل مور كونتينيوس، وبالتالي اكيد الريسبونس او الاحساس بيكون اعلى لانه زاد عندي. وهذا هو العلاقه، اذا زادت عندي الستيمولس بزيد الفريكونسي، زاد الفريكونسي انا بشعر بهذا الشيء لفتره اطول لانه في اكشن بوتنشال كونتينيوس جوينج ثرو ذس واي. دكتور ممكن نحكي ان الديوريشن بين الاكشن بوتنشال والكانسر؟ يس 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 رايت، شرط مضبوط كلام زميلكم. يعني شوفوا هون لما تكون الستيمولس حدتها اقل او نقول يعني اتس جود، لكن انه نفس الجريشن بس الانتنسيتي اعلى او السترينث اعلى، يس كان في عندي فيو اكشن بوتنشال، لما زاد السترينث صار في عندي مور، والمسافه بينهم صارت متلاحقه. فعشان هيك بيكون في كونتينيوس، يعني في البين بيكون انت شاعر بالم مستمر صح؟ مش بروح وبيجي لانه الستيمولس مستمره، فهي العلاقه. كمان من خصائص الاكشن بوتنشال اللي هو قلنا عنها بشوي اللي هي الريفراكتري بيريود. شو هي الريفراكتري بيريود؟ بكل بساطه الريفراكتري بيريود هي فتره الممانعه. ممانعه لايش؟ لحدوث الاكشن بوتنشال. هلا الخليه دائما، الخليه العصبيه دائما عليها نقول مؤثرات خارجيه ستيمولس، منها ستيمولتري ومنها انهبيتوري. فبالتالي الريفراكتري بيريود هي موجودة حتى تمنع حدوث أو إنها خلية تستجيب لأي ستيمولس لما تكون فيها أو مشغولة بأكشن بوتنشال. والريفراكتري بيريود نوعين، في عندي absolute refractive period، في عندي relative refractive period. absolute هي هون وrelative هي هون. لاحظوا بالabsolute refractive period already الخلية بتكون بمرحلة depolarization وrepolarization. بهاي الحالة الخلية ما لازم تستجيب لأي stimulus. كيف الخلية بتحمي حالها؟ عن طريق إنه once إنه sodium voltage gated channels خلصوا ما بصير كلوزينج، بصير ان اكتيفيشن. لانه اذا الصوديوم فولتج جيت شانل ان اكتيف they will not respond to change in voltage. فاذا اجى ستيمولس على الخليه وايل اتس ان اكشن بوتنشال ما بتستجيب حتى تخلص ايش؟ ال ريبولاريزيشن بروسيس. فاذا خلال الابسولوت ريفراكتري بيريود الخليه مستحيل تستجيب للستيمولس، لكن اذا كانت في مرحله الهايبر بولاريزيشن هاي بسموها ريلاتيف ريفراكتري بيريود، ريلاتيف اللي هي ممكن ان الخليه هون في هاي المرحله تستجيب للستيمولس ويصير في انذر اكشن بوتنشال، لكن الستيمولس هاز تو بي سترونج. لانه بكل بساطه الفولتج حتكون less than 970، فإذا الستيمولس strong it will reach the threshold and ايش؟ initiate another action potential. تمام؟ إذا refractory period فترة الممانعة لحدوث الاكشن بوتنشال.
relative و absolute. absolute قطعا ما الخيه تستجيب. يعني اعطيك مثال، هلا اذا انت كنت ب عم تعمل مكالمه مهمه، فون انترفيو، نقول عن جوب انترفيو، واجا مثلا اخوك بحاول، اخوك الصغير بحاول يحكي معك، رح ترد عليه؟ رح تستجيب له؟ لا. بحب ما تخلص المكالمه بعدين ايش بتقول له؟ شو كنت بدك؟ صح. ف يعني نفس الفكره انه الابسوليت ريفراكتيف بيريد اوريدي الخليه بيزي وذ ان اكشن بوتنشال، فاذا رح تستجيب للستيمولس رح يصير عندي انه الاكشن بوتنشال مش حتكمل، هترجع يصير في عندي ايش الريجولر اكشن بوتنشال. هذا قلنا عنه مش موجود، قلنا انه الاكشن بوتنشال خواصها ثابته، سيم امبليتيود سيم ديوريشن، واللي بخلي تحافظ عليه على هاي الخصائص الثابته وجود الريفراكتيف بيريد، لانه قلنا بهي المرحله الصوديوم فولتج ليكت شانلز بتكون ان اكتف. هلا لو تنزل الفولتج ل يعني نقول ممبرين للريستيك والاقل، هون الصوديوم فولتج ليكت شانلز بتصير كلوزد، وبالتالي اذا اجت سترونج ستيمولس توصل الثريشولد دي اوبن اجين اند يصير عندي انذر اكشن. وهذا الشيء يسموه ستيريوتيبيكال سايز اند شيب اوف نيرف، واللي هو مقصود فيه كل اكشن بوتنشال الا نفس الخصائص من ناحيه الديوريشن من ناحيه الامبليتيود. They all look identical, they polarize to the same potential and repolarize back to the same resting potential. واضح يا طلاب ايش هي الريفراكتور بيريود ايش مقصود فيها؟ ننتقل لموضوع ثاني واللي هو graded degraded potential او local potential. هلا degraded potential مش action potential، بدنا نميز هذا الشيء. It's another potential happened in the neural cell، لكن هاي البوتنشال خصائصها مختلفة تماما عن degraded potential. هلا قفل عليها postsynaptic potential حتمر معنا المحاضرة الجاي، receptor potential، independent potential حتمر معنا بالمسلز، pacemaker potential، slower potential حيمروا لما بتحكوا عن الهارت سنترال نيرفس سيستم. فبشكل عام هدول اسمهم great potential لكن هم مش action potential، مهم نعرف هاي المعلومة. طيب ايش خصائصهم؟ great potential are changes in membrane potential that vary in size and strength. شوفوا واضح الاصفر ولا لا؟ شايفينه؟ كثير فين صح؟ الصالات مبين؟ الصالات مبين؟ انت مش واضح. طيب هو الجزء مش عارف اللي ورا شايفين السلايد واضحه؟ لا صح؟ طيب في عندكم سلايد تطلعوا منها؟ واضحه السلايد؟ كل فاتح سلايد؟ طيب هلا لاحظوا هذول جريد بوتنشال، شايفين كيف كل وحده منهم تختلف عن الثانية صح؟ ما بتشبه الثانية، بتختلف عن بعض بالامبليتيود، بالديوريشن، بالسترينج، كل الاشياء بتختلفوا. ليش هم جريدد؟ هدول جريدد. وكمان هدول كلهم اكسيتاتوري، هدول انهبيتوري. اللي تحت الجريدد بتنشر كل بيوصل انهبيتوري حسب ايش الستيمولس اللي على الخلية. ففي عندك ستيمولس they will direct or shift the membrane potential toward depolarization، وفي منهم toward the hyperpolarization حسب نوع الستيمولس. طيب هدول الجريد بوتنشال من خصائصهم زي ما قلنا they vary، could be stimulatory could be inhibitory. they are summative. شو يعني summative؟ summation. you can add them، you can add them together. يعني إذا عندي three activatory أو نقول 3 great potential excitatory و 2 inhibitory، شو مجموعهم بيكون؟ excitatory صح؟ يعني 3 pluses 2 minuses شو المحصلة؟ yes 4 plus 1 and so on. they are they did something، يعني you can sum them، you can add them to each other بالإفكتا. and decremental. decremental إيش مقصود فيها؟ يعني هاي البوتنشال باسمها لوكال، جريدد اند لوكال. لوكال انه يكون تاثيرها على المنطقه اللي هي بلشت فيها. As you go further مع الديستانس تاثيرها بيكون ايش؟ decreasing، كل ما بعدنا عن السنتر تاعها.
كمان the magnitude is determined by the strength of the stimulus that they will never reach the threshold. هلا لاحظوا إذا المحصلة ومجموعة هدول الجريد بوتنشال اللي إجوا على الخلية العصبية كان excitatory وصل للثريشولد إيش يكون next؟ الأكشن بوتنشال. تمام؟ فإذا هاي كلهم ما غير أي شيء أي بوتنشال بالخلية غير الأكشن بوتنشال يسموها جريد بوتنشال. واللي بيهمني إنكم تعرفوا المقارنة بين خصائص الجريد بوتنشال والأكشن بوتنشال. مثلا طبعا هذا بيهمنا مهم هذا الجدول بدنا نحفظه. The graded potential amplitude vary with the stimulus بينما the action potential قلنا they have the same amplitude صح all or none no duration varies بينما the action potential constant اللي هي قلنا تقريبا 3 milliseconds. The incremental condition اللي قلنا انها local as you go further من محل the stimulus it decreases بينما the action potential and the diminished propagation لأنه هنشوف هلأ كيف تنتقل. الجريد بوتنشال passive spread action potential self regeneration. الجريد بوتنشال there is no refractory period فيها بينما الاكشن بوتنشال في refractory period. الجريد بوتنشال can be integrated يعني summative بينما الاكشن بوتنشال no summation. دي or hyperpolarization قد تكون excitatory أو inhibitory بينما الاكشن بوتنشال دائما excitatory صح؟ triggered by neurotransmitter release where neurotransmitter could be excitatory or inhibitory بينما الاكشن بوتنشال triggered by depolarization to threshold at axon hillock. واضح؟ فاذا مهم نعرف الفرق بيناتهم بين الجريد بوتنشال والاكشن بوتنشال. تمام؟ هلا اللي احنا تعلمناه so far اللي هو how the action potential is initiated. تمام؟ هلا بدنا نتعلم هلا لاحقا انه كيف حيصير في propagation او transmission للاكشن بوتنشال. هلا اتفقنا انه الانيشيشن اوف اكشن بوتنشال بصير بمكان محدد واللي هو بسموه الاكسون هيلوك صح؟ اللي هو اول الاكسون منطقه التقاء الاكسون بالسيل بودي. طيب ايش بصير بعد ما بصير عندي اول اكشن بوتنشال؟ بتنتقل حيث شو سبريد along the axon صح؟ طيب حنشوفوا هلا انه كيف هاي الاكشن بوتنشال it will spread. هلا طبعا زمان كان في نظريات كثير كانوا يحكوا انه بس there is one action potential and it spread. اكتشفوا انه هاي النظريه غلط لانه بكل بساطه اذا كان في عندنا long axon ما حتنتقل فيه الاكشن بوتنشال ما حتكون نفس السترينث بأول الأكسون وآخره صح؟ لكن النظرية اللي الأخيرة اللي فسرت عملية انتقال الأكشن بوتنشال واللي هي زي ما احنا شايفين هون لو عملنا زوم إن على هاي المنطقة وكبرناها هون نلاقي إنه في عندي صوديوم بوتاسيوم فولتج جيت تشانلز ألونج الأكسون واللي بصير كالآتي الأكشن بوتنشال regenerated. شنو regenerated؟ تتجدد along the axon. وهذا الشيء اللي بيضمن انه الاكشن بوتنشال باول الاكسن تكون نفسها باخر الاكسن وهذا ضروري صح؟ خصوصا في اللونج اكسن تخيل في عندنا اكسن بتوصل طولهم لمتر اللي هم بيجوا من البرين او السي ان اس توارد اللمس والفوت والليكس هذول اذا ما صار في ريجنريشن الاكشن بوتنشال ما حتوصل الاكشن بوتنشال من اول الاكسون لاخره. تمام؟ فاذا لاحظوا ايش عم بصير هون في عندي اول منطقه هون شو اللي عم بصير؟ اذا هون بصير عندي اكشن بوتنشال باول جزء هذا الجزء بيشتغل از ستيمولس للجزء اللي جنبه اند سو اون فبصير عندي هون ديبولاريزيشن بهاي المنطقة طبعا بتطبعوا هاي ريبولاريزيشن ريست هاي المنطقة بتشتغل ستيمولس اللي جنبها فبتنتقل عندي الاكشن بوتنشال من هون لهون اند سو اون وهي المنطقة بتكون ستيمولس اللي جنبها وكل وحدة طبعا بسبب وجود الصوديوم والبوتاسيوم فولتج جيت تشانلز على لونج الاكسن بيسمح انه يصير في ريجنريشن
للاكشن بوتنشال. فاذا the action potential regenerated along the axon, وكل منطقة بصير فيها action potential تشتغل as stimulus لجنبها, استميلات المنطقة لجنبها تضمن انه بصير فيه استمرارية. واضح؟ هذا the propagation of the action potential. ايش دور الميلين شيت؟ تعرفوا بشكل عام الميلين شيت هو عبارة عن زي fast crab موجود حول الاكسن, بعمل له isolation أو insulation عن المنطقة المحيطة, لكن في مناطق ما فيها ميلين شيت اللي سميناهم nodes of Ranvier, صح؟ nodes of Ranvier. هلا إذا كان في ميلين شيت على الاكسن, مكان الميلين شيت ما في صوديوم وبوتاسيوم فولتجية الشمال, وين يكونوا الشمال موجودين؟ بالnodes of Ranvier, مظبوط. طيب كيف بتصير عندي conductivity بوجود الميل شيت او عدم وجوده؟ هلا لاحظوا لما بيكون في عندي, طبعا كلكم بتعرفوا انه وجود الميل شيت بيسرع الاكشن بوتنشال. مين يحكي لي ليش؟ اسمعوا ليك وقف عليك عشان جاوب. تفضل. بنتقل بسرعه من عقد ترانفير لاخر زي اسرع. تفضل. ممكن يوثبي يعني جامب راذر ذان ستريت walk. Okay. تخيل it's jump. بقفز. طيب خلينا نشوف كيف فعليا بخلي التوصيل اسرع. ركزوا معي. لاحظوا خلينا نشوف هاي عندي هون الاكسن طوله نفس طوله هون. تمام؟ هلا هون لاحظوا في ال يعني لو بدنا نعد كم اكشن بوتنشال, هاي عندي واحدة اثنين ثلاثة. كل واحدة كم ديريشن لها قلنا؟ ملي سكند. ثلاثة قديش كونديريشن هون؟ 9 ملي سكند. بالضبط قلنا 9 ملي سكند. طيب خلينا نشوف هون. هون ما في ميلين شيت, في صوديوم بوتاسيوم فولتج جيت شانل الون الاكسن. طيب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تقريبا نقول 10. اخذت عندنا هون 10 اكشن بوتنشال. قديش الديوريشن هون؟ 30 ملي سكند. بالضبط هذا بصير. إذا عندي أنا ميلين شيت بصير عندي جامب, بصير عندي كوندكتيفيتي أسرع من لما ما بيكون في ميلين شيت, لأنه مور أكشن بوتنشال معناها مور تايم. واضح إيش الفرق؟ طيب ليش في بعض الأكسن عليهم ميلين شيت وبعضهم ما عليهم؟ إيش السبب؟ في خلايا شمال السيل. لا نيورونز تحديدا في منهم عليهم ميلين شيت ومنهم ما عليهم. يكون معلوم شوي ومعلوم كثير حسب الفونكشن. حسب المكان. يعني اغلب النون ميلينيتد نيورونز بيكونوا انتر نيورونز, بيكونوا شورت موجودين في السنترال نيرفس سيستم. لكن اذا بنحكي على السنسور الموتور نيورونز بيكونوا ثيك, بيكونوا هيفلي ميلينيتد, لانه الجوب تاعتهم تو كوندكت الاكشن بوتنشال من السي ان اس او السنترال نيرفس سيستم توارد ال اس. إذا قلنا هون الوجود الميلين شيت بخلي الأكشن بوتنشال تو جامب, هذا بسموه سلتاتري كوندكشن. كليب ليب مينز جامب, وهذا السلتاتري كوندكشن مقصود فيه الأكشن بوتنشال جامب راذر ذان ووك. واضح؟ كمان في فاكتور ثاني بيخلي الأكشن بوتنشال تزيد اللي هو ثيكنس أوف ذا نيورون. ايش علاقة thickness المقصود فيها الويث؟ الويث اللي هو هذا, كل ما زاد بيزيد الكوندكتيفيتي. ليش؟ في رأيكم؟ surface area. surface area نفس يعني surface area ممكن ما تزيد لأنه احنا بنحكي عن الويث. انتقال ايش؟ يلا شو رأيكم؟ مضبوط, بقل مقاومة لانتقال الأيونز جوا الأكسون. مضبوط, لو زيد الويت بتزيد المساحة الداخلية وبالتالي بتقل عندنا المقاومة والكوندكتيفيتي بتكون أفضل. عشان هيك هو بيحكي لي إنه thin unmyelinated neuron speed 1 meter per second بينما thick myelinated neuron speed 100 meter per second. شوفوا كيف هاي الفاكتورز بتغير او بتزيد من
الكوندكتيفيتي. طبعا زي ما قلنا قبل شوي الثيكنس وهي الاشياء has to do with the job or function of the neuron. نحكي عن ال برضو من الاندكيترز لوجود الاكشن بتنشال اللي هي الالابوريشن اوف الهيت، وهي الهيت بتكون بتزيد كل ما زاد عندي الاكشن بتنشال. فهذا السلايد ري استابلشينج صوديوم اند بوتاسيوم ايونيك جريدينت افتر اكشن بتنشال ار كومبليت، اللي بيسموه ريتشارجينج. هلا قلنا شوي انه لما بتخلص الاكشن بوتنشال اللي برجع عندي تركيز الايون للتركيز السابق او اللي هو الطبيعي اتريست، مين قلنا؟ صوديوم بوتاسيوم اي تي بي اي تي بي اس بام، صح ولا هي بام؟ هلا البام بعد كل اكشن بوتنشال الاكتيفيتي اللي بتزيد ثمان اضعاف. طيب اذا زادت الاكتيفيتي اوف ذا بام شو النتيجه؟ بزيادة استهلاك الطاقة. يس، بزيادة استهلاك الـ ATP. شو النتيجة بتكون كمان؟ شو بيرجع منها؟ increase the heat. Yes, heat elaboration. والمحفز والاكتيفيتر للصوديوم voltage-gated channels اللي هو increase in the intracellular sodium concentration. هذا قلنا غير طبيعي، وهذا اللي قد يزيد عندنا الاكتيفيتي of the pump. وشوفوا كيف الـ heat produced. Once إنه صار في عندي impulse قد إيه، كل ما زاد الـ impulse كل ما زادت الـ heat elaborated. وهذا دلالة على إنه يعني لو أنا بس بدي أقيس الـ heat elaborated من النير، هذا بدل قد إيه عندي impulses. كل ما زادت الـ impulses بتزيد الـ heat elaborated نتيجة الـ activity of the sodium potassium. واضح يعني هذا المطلوب من هذا السلايد، انه المقصود انه يعني زي مثلا انت لما تيجي تعمل تشارج تليفونك، مش وقت انه كان تليفونك يكون تشارجنج، مش اذا انت مسكت تليفون حسيته مش بتحسه حامي، صح؟ في هيت الابوريتد. كل الاجهزه الكهربائيه استخدمتها بتحس انه في هيت الابوريتد، واحنا الدلاله على انه في نير اكتيفيتي عاليه انه ايش؟ بتزيد كمية الهيت الابوريتد. كل ما زادت كمية الهيت الابوريتد دلالة على انه ايش؟ صار عندي دلالة على انه there are more impulses happening at this specific neural cell. واضح؟ برضو من الاشياء بدنا نعرفها اللي هي تتعلق باتجاه الاكشن بوتنشال. هلا احنا لما درسنا قلنا احنا الانيشيشن بالاكسون هيلو بعدين سيرت بروباجيشن. دائما الاكشن بوتنشال بليفنج اورجانزم بتمشي ان وان دايركشن، من ال يعني بالنسبه لاتجاه السيل بادي او نقول الاول الاكسون هيلو باتجاه يعني او نقول عنها اواي فروم السيل بادي. اوكي، وهذا بسموه اورثودرومك. الاورثودرومك المقصود فيها اورثودرومك كوندكشن اللي هو ال conduction of the nerve impulse in the physiological direction اللي هو away from the cell body. هلا الإشي العكسي هو الانتيدرومك اللي هو العكس. هلا السؤال كالآتي، هل ممكن إنه النيورال سيل توصل باتجاهين؟ الجواب نعم. طيب بالهيومن أو عندنا بالفيزيولوجيكال نقول كونديشن ممكن؟ لا. فيزيولوجيكال كونديشن الاتجاه التوصيل بيكون دائما اورثودرومك. تمام. هلا ال الانتيدرومك ممكن اذا اخذت انت نيورال سيل بالمختبر وعملت ستيمولس على جزء مثلا اواي فروم ستوما السيل بادي او ستوما، ممكن ايش ات كان جو باك ان ذا اذر دايركشن. لكن ان ذا ليفينج اورجانيزم دائما الاكشن بتنشر تمشي in one direction واللي هو قلنا عنه الاورثودرومك. دكتوره تقدر تقولهم لنيورون ثاني يعني الاكشن بتنشر اللي راح بشكل عكسي ممكن انه ينتقل لنيورون ثاني؟ قصدك ان ذا لاب؟ اه ان ذا لاب ممكن، بس ان هيومن بالفيزيولوجي بالكل الاورجانيزمز نو.
تمشي هون لك. شبيك احنا في عنا سنسوري نيرفز في عنا موتور نيرون صح؟ هلا نفس السنسوري بيكون موتور؟ لا مش كان الست سنسوري نيرونز ولا الست of motor neurons. السنسوري بتوصل من الجسم toward the brain which is one direction, بينما الموتور من البرين toward يعني نقول البادي, وهذا بيكون كمان in one direction. فما بيصير عندي نفس النيورون يكون both sensory and motor at the same time صح؟ فإذا احنا عندنا الاتجاه نقول النيرف هو بيكون اتجاه الاورثودرومك والفيزيولوجيكال دايركشن واللي هو away from the cell body. واضح؟ هلا اللوكال, هاي اللوكال ريسبونس بتكون اما بالدندرايت او بال يعني هذا الجزء, وهي بتكون لوكال هي سكسوال اوسو كود هابن يعني, بس هاي طبعا مش اكشن بوتنشال, هاي لوكال هي زي جريد بوتنشال. واضح؟ نيجي لمفهوم جديد وهو مفهوم اسمه نيرف اكوموديشن. النيرف اكوموديشن بكل بساطه النيرف يفقد قدرته على انه يصير في اكشن بوتنشال, وهي النتيجه بتكون انه ما في اكشن بوتنشال. هلا النيرف اكوموديشن بيكون نتيجه تغير بالظروف الطبيعيه اللي موجود فيها الخليه. اكيد طبعا يا طلاب كون احنا في فيزيولوجي نرجع نقول اي تغير بخصائص النيورال سيل راح ياثر على الاكشن بوتنشال. زي ايش يعني؟ اذا صار في تغير بالريستنج ممبرين بوتنشال صح؟ اذا صار في تغير بالثريشولد هذه التغيرات حياثر على الاكشن بوتنشال ويؤدي انه ما يصير لها بروباجيشن او حتى انيشيشن. النيرف اكوموديشن مقصود فيه انكريز طبعا بنتج نتيجه an increase in threshold for action potential that occurs in some neuron during slowly developing or prolonged depolarization. هلا لما يصير في عندي increase in the threshold للneural cell هذا ايش بكون تاثيره على ايش بياثر؟ رح ياثر directly على sodium voltage gated channels. هذول channels شفنا سابقا انه لما يصير في عندي depolarization كل هذول channels they have to يعني نقول open at the same time حتى يسمحوا انه يدخل كميه كبيره جدا من الصوديوم ويصير عندي depolarization. طيب اذا ما فتحوا كل الشانلز بيدخل كميه الصوديوم المطلوبه؟ لا. بصير في depolarization as it should be؟ طبعا لا. فاذا لما بترتفع عندي الثريشولد للخليه للاسف مش كل الصوديوم فولتج جيت شانل حتفتح, او انه عبال ما يفتح جزء بيكون سكر جزء. فتخيل جزء عم يفتح جزء عم يسكر, ما دخلت كل كمية الصوديوم المطلوبة all at the same time, فما صار عندي. شفتوا انتو depolarization very fast and very sharp صح؟ إذا ما فتحوا هدول الشنل مع بعضهم بنفس الوقت للأسف ما بصير في depolarization. واللي بصير هون إنه هاي الشنل حتتأثر ما حتفتح at the same time, أو جزء كبير منها ما حيفتح نتيجة ارتفاع الثريشولد. فالنتيجة بتكون إنه ما بصير في depolarization وما بصير في action potential. طيب إيش الأسباب اللي بتؤدي لارتفاع الثريشولد؟ الأسباب اللي بتؤدي لارتفاع الثريشولد اللي هو two conditions, الهايبركاليميا واحد منهم, والمقصود بالهايبركاليميا increase in the intracellular potassium. هلا قلنا سابقا إنه normal 150 millimolar صح؟ طيب زاد الانر بوتاسيوم ل 170 مثلا ملي مولر, حتضل الممبرين بوتنشال ات ريست ماينس 70؟ لا طبعا حترتفع لانه زدنا البوزيتيف ايون, حتصير مش ماينس 70 حتصير ماينس 50 او ماينس نقول يعني نقول انها حترتفع مش حتضل ماينس 70. وهذا الشيء للاسف بياثر على ال يعني شايفين هذا عندي الانكريز بال membrane potential وأدى إلى إنه يصير في عندي increase بال threshold, وهذا ال increase أثر على sodium voltage gated channels أدى إنه ما تفتح كلها at the same time. هاي أول condition increase in the intracellular potassium أو الهايبركاليميا. الثاني
الستيمولس لما تكون ستيمولس فيري سلو نفس الفكره بصير عندي نمبر اوف اوبن سوديوم شانلز اقل وبالتالي بيؤدي للنيرف اكوموديشن. لانه زي ما قلنا لازم الستيمولس تكون سريعه وشارب حتى عايزين يعني ترفع يس هاي تو انكريز النيرف فولتج اللي هو للماينس 55 اللي هي الثريشولد، اذروايز ما بصير يعني حتى يصير اكشن فيشن. اذا ما صار عندي هون انكريز تخيل اذا ارتفعت الممبرين بوتنشال ما حيكون في عندي نقول رينج او مسافه او ما يعني او اذا الستيمولس برضه كانت سلو للاسف ما حيعطيني حيرفع الثريشولد وبالتالي راح تكون عندي ريسبونس سلو. اذا كانت سلو حيصير عندي اللي هو نيرف اكوموديشن تفقد الخلية العصبية القدرة على انها تعمل اكشن بوتنشال. واضح ايش يعني نيرف اكوموديشن؟ هنشوف يعني change in pH, change in ion concentration كلها بتأدي الى يعني change او affect directly الممبرين potential. هنشوف كمان لاحقا بالمحاضرة الجاية ان شاء الله تأثير المنبهات الاسلوس الاكلوس كلها ايش بتغير صغيرت عندي ال threshold للأسف بتأثر على الاكشن potential. آخر شيء بنحكي اليوم اللي هو ال synapses واللي هو هلا قلنا إحنا تعلمنا عن الأكشن بوتنشال initiation وpropagation صح؟ قلنا درسنا كيف propagate من أول الأكسون لآخره. طيب شو بيصير بعد ما توصل الأكشن بوتنشال لآخر الأكسون؟ تنتقل إما لأنذر نيورون أو to a cell either cell or gland صح؟ مش هذا الشيء يعني نقول الطبيعي. فشوفوا لي هون كيف عندنا الالتقاء يس اذا الاكشن مش حتتوصل للنكست نيورال سيل بنشوف انه طبعا اللي هو مرحله منطقه الالتقاء ما بين البري والبوست سيل هذا بنسميه ساينابس. لما نزوم ان هون بنلاقي انه الساينابس جزء من الخليه الاولى او اللي هي بنسميها بري سينابتيك نيورون والجزء الثاني بنسميه بوست سينابتيك نيورون. بنعرف السينابس انه فانكشنال كونكشن بين النيورون اند سيل سيجنالينج واللي هو انه كوبي نيورون هذا نيورون او جلاند او مثلا. وبيهمنا نعرف نسمي حنسمي الخليه الدونر او رح تعطي الاكشن بوتنشال بري سينابتيك نيورون والثانية المستقبل نسميها post synaptic neuron. فإذا هنشوف هلا إيش أشكال السينابسز. أشكال السينابسز شوفوا لي هون هاي عندي pre synaptic neuron وهاي post. إذا السينابس صار ما بين الأكسون of the pre مع dendrite of the post نسميه axodendritic synapse. إذا صار ال connection ما بين الأكسون the pre مع cell body of the post بيكون axosomatic. إذا كان الأكسون مع الأكسون يسموه أكسون axonic. إذا كان dendrite مع dendrite يسموه dendrodendritic. هلا إيش مطلوب منكم تحفظوا؟ مطلوب منكم تحفظوا دول الثلاثة axodendritic axosomatic axonic يعني كأشكال أو أمثلة على الساينابس. بس هدول مش كل الساينابس. إذا بدنا فعليا الموضوع معقد من هيك. إذا بدنا نفهم الساينابس فعليا اللي عم بصير في عندي دائما نتورك اوف سينابسز خصوصا في البرين صح؟ يكون في عندي سينابس نفس النيورون سيجنال مور ذان وان سيل نفس النيورون كمان بيجي سيجنالز من مور ذان وان سيل. فالنيورونز انواعها كثيره بتكون بي شوفوا لي كيف هذا النيورون سيجنال بلود فيسل عشان هيك سموه اكسو سكريتوري فالنيور ترانسميترز ريليز على البلود ستريم دايركتلي. وهذا مثال زي ما نشوف بعض النيورال سيلز how they secrete some hormones directly على blood stream صح؟
كمان شوفوا الاكسو اكزونيك كيف الاكسو دندريتك دندرايت مع دندرايت. ممكن كمان النيورون تقدر ريليز its product او نقول عن النيور ترانسميترز into يعني nowhere else او يعني into the او extracellular. فهذا بسموه اكسو اكستراسيلولار زي ما احنا شايفين هون باربعه. وفي كمان شوفوا كيف ممكن يكون في تداخل للسينابسز مع بعضها اكسو سوماتيك اكسو سينابتيك. يعني في كثير شوفوا كيف هون الموضوع زي ما قلنا معقد والسينابسز لها اشكال مختلفه. والمهم بدي ايش بدي اياكم تتصوروا وتعرفوا انه الخليه بيجيها اكثر من في سينابسز مع اكثر من خليه ثانيه وهذا اللي هو التشابك العصبي. وهي السيجنالز كود بي اكسايتوري كود بي انهبيتوري حسب نوع السيجنال من جايه. وهذا شوي مع الوقت لما تتعلموا اكثر عن السنترال نيرفس سيستم يعني ان شاء الله تبين معكم. كمان المحاضره الجايه نحكي اكثر عن واتس نيكست يعني عن البوست سيناتيك سيجنال. فممكن تكون النيور ترانسميترز اكسيتوري او انهبيتوري صح؟ نعرف احنا والاغلب اصلا انهبيتوري. فبشكل عام بدنا نعرف هلا انه يعني لحد المحاضره اليوم انه سينابسز موجوده بشكل كبير جدا. نفس الخليه عامله سينابس مع اكثر من خليه وبرضه other cells synapses with it. فبالتالي بيجيها وهذا شفناه بالجريدد بوتنشال. قلنا نفس الخليه ممكن يجيها ستيمولس من اكثر من مكان وانهبيشن من اكثر من مكان. لكن في النهايه التاثير على الخليه بيكون بالمحصله. يعني مثلا شوفوا لي هاي السيل لو اجاها هون اكثر من سيجنال باماكن مختلفه بنشوف بهاي المنطقه ايش كانت النتيجه ايش كان السميشن. اذا كان اكسايتاتوري بيكمل عندي اكشن بوتنشال. اذا كان انهبيتوري ما بصير اكشن بوتنشال. واضح؟ فنوقف هون كمان ان شاء الله المره الجايه. يعطيكم العافيه.